يا أصدقائي، لنلعب لعبة جوني جوني. سأكون الأب وأنتم الأطفال، اتفقنا؟ يبدو ذلك لطيفاً. بالتأكيد. هيا جوني جوني. أجل يا أبي. أتترك درسك؟ كلا يا أبي. أتتأخر؟ كلا يا أبي. إذن هيا. هيا جوني، هيا جوني، هيا 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 جوني، هيا جوني، هيا 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 أبي، هيا أبي، هيا 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 أبي، هيا أبي، هيا هيا. هيا يا شادي، ستكون الابن. لنلعب إذن يا أبي. هيا. جوني جوني. أجل يا أبي. هل تلو؟ كلا يا أبي. هل تكذب؟ كلا يا أبي. كن جيدا. ها ها ها. هيا جوني، هيا جوني، هيا 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 جوني، هيا جوني، هيا 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 أبي، هيا أبي، هيا 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 أبي، هيا أبي، هيا هيا. تكون أنتما الاثنين هذه المرة. ممتاز، إذن سنكون أخوين. واو، رائع، كم تمنيت أن يكون لي أخاً. جوني جوني. أجل يا أبي. أتت شجرة؟ كلا يا أبي. أتأخذ حلوى؟ كلا يا أبي. كنا لطفاء، دوما سنكون. هيا جوني، هيا جوني، هيا 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 جوني، هيا جوني، هيا هيا جوني جوني. أجل يا أبي. أتغيظ أخاك؟ كلا يا أبي. أتأخذ ألعابه؟ كلا يا أبي. كنا لطفاء، دوما سنكون. هذا ممتاز. واو، رائع. يا أصدقائي، عندي فكرة لأغنية نغنيها في حفلة المدرسة. رائع، ما هي؟ أخبرينا. إنها أغنية عن كل الأولاد والبنات. نحن جميعاً نبدو مختلفين من الخارج، ولكن في قلوبنا كلنا متشابهين. ماذا تقصدين؟ سأريك إذن، ثم نتمرن معاً لنغنيها سوياً في حفلة المدرسة غداً. يبدو ذلك رائعاً. ذقن محدد وخدود وردية، شفاه حمراء وأسنان لولية، بيضاء كالثلج، شعر كالموج، عيون زرقاء. هذا إبداع. قلبك لطيف وشفوق، عقلك ذكي وغير كسول. مميزة في كل مجال، نحبك في كل الأحوال. مميزون ورائعون، حقا كلنا رائعون. مميزون ورائعون، نكون ونبدو رائعون. واو، الأغنية حقا رائعة للعرض المسرحي. نعم، رائعة، قد فهمت مغزاها. من الممكن أن نبدو مختلفون، ولكن في قلوبنا نحن جميعا متساوون. بالضبط، حان دورك الآن يا عزيزتي، فتقودين الغناء وتخبري صديقنا عماد عن ما يجعله رائع مميز. بالتأكيد. خدود مستديرة وأنف دقيق، وجه صبوح وبنطال أنيق، شعر بني ناعم وجميل، عيون عسلية، ضحكة بهية. قلبك لطيف وشافوك، عقلك ذكي وغير كسول. مميز في كل مجال، نحبك في كل الأحوال. مميزون ورائعون، حقا كلنا رائعون. مميزون ورائعون، نكون ونبدو رائعون. هذا جعلني أشعر أني مميز. أنت حقا مميز. هيا هيا، ستتصدر المسرح وتغني. حسناً، فهمنا. خدود مستديرة، شعر كالموج، يرقص كالنجم المتوهج. مبتسم ودود، طيب وخلوق، عيون زرقاء وقلب شفوق. قلب
قلبك لطيف وخلوق عقلك ذكي وغير كسول مميز في كل مجال نحبك في كل الأحوال مميزون ورائعون حقا كلنا رائعون مميزون ورائعون نكون ونبدو رائعون وجه صبوح شعر ذهبي ودود محب شجاع وقوي أنف قصير وقلب كبير يحب الكرة والتهديف قلبك لطيف وشفوق عقلك ذكي وغير كسول مميز في كل مجال نحبك في كل الأحوال مميزون ورائعون حقا كلنا رائعون مميزون ورائعون نكون ونبدو رائعون كان ذلك رائعا فلنستعد للعرض غدا مساء هيا فلنعد إلى المنزل وننام نوما هادئا شكرا لك يا صديقتي نوما هادئا يا أصدقائي مع السلامة يوم مثالي للنزهة في الحديقة أجل يوم جميل ماذا يمكن أن يعكر صفو يومنا اللطيف؟ أوه انظري المطر تهطل الأمطار دون سبب أمطار مزعجة غزيرة هيا أسرعوا لنختبئ تحت الشجرة هيا اذهبي أمطار اليوم ولتذهب السحب للنوم نريد اللعب والاستمتاع فلا تذهب النزهة هباء لا نريد الأمطار اذهبي يا أمطار اذهبي يا أمطار لا تقلقي يا صديقتي لن يستمر المطر للأبد فلنتمنى أن يكف المطر عن الهطول ونعود للاستمتاع بيوم العطلة بالتأكيد أتمنى ذلك لا تمطري يا سماء فنحن في استياء نريد اللعب طوال اليوم فليذهب المطر في التو لا زالت بعض تمطر اذهبي يا أمطار اذهبي يا أمطار واو أعتقد أن أمنيتنا ستتحقق فقد بدأت السحب تنقشع إذن لن نغني مجددا فكرة رائعة اذهبي الآن يا أمطار ولتشرق شمس النهار اصفي يا سحب السماء كوني بيضاء وزرقاء انظري قد ظهرت الشمس وبالدفء صرنا نحس هيا نقفز وندور في الشمس نلعب بسرور واو هيا قد عاد وقت النزهة هيا للمرح لقد أخبرتك بأن المطر لن يستمر للأبد ها قد ذهب المطر وقد أزهر الشجر فلنلعب طوال اليوم فقد انقشع الغيم ها قد ذهب المطر ها قد ذهب المطر هذا جيد جدا واو بكم في عيادة الطبيب كيف يمكننا مساعدتكم اليوم؟ أشعر بالتوتر والخوف عند زيارة الطبيب ولكن اعلم إذا تصرفت حسناً ستأخذ حلوى لذيذة بعد أن يراك الطبيب حقاً إذن هيا بنا لدي جرح في ركبتي دواب دواب عندما تسلقت شجرة دواب دواب علي أن أسمع لوالدي دواب دواب والآن لا أقوى على الحراك يا طبيب يا طبيب هل ساعدت أنا أتألم منذ وقعت هل ساعدتني أنا
حلوى وآيس كريم تجعل جرحي يرطب. هل سآخذ حلوى الكرز؟ أوه أنا قلق. في إصبعي لدي جرح دوب دوب. جرحت حين لعبت في الثلج دوب دوب. تعبت جدا وأصابني البرد دوب دوب. والآن أريد دواء وقرص. يا طبيب يا طبيب كريم تعطيني حلوى بآيس كريم تجعل جرحي يطيب. هل سآخذ حلوى الكرز؟ لدي جرح في ذراعي دوب دوب. أصبت عندما كنت في الحق دوب دوب. قال لي الفلاح لا تلعب دوب دوب. فأصبت الآن ماذا أفعل؟ يا طبيب يا طبيب طيب وكريم تعطيني حلوى وآيس كريم تجعل جرحي يطيب. هل سآخذ حلوى الكرز؟ يا طبيب يا طبيب الآن نعلم سنصاب إذا لم نتعلم. يجب أن نسمع للكبار هل لنا حلوى وفشار؟ أحب حقا أن نرتدي زي القطة الصغيرة. أجل يبدو ذلك رائعا. يا أصدقائي هل تعرفون أين تركنا القفازات؟ أعتقد أنهما مع عماد. كلا أعتقد أننا قد تركناهم مع جاد. كلا ليسوا معي. كيف سنشرح ذلك لآبائنا وأمهاتنا؟ ثلاث قطط صغيرة فقدنا القفازات فهممنا بالبكاء. أمي الحبيبة لدينا مصيبة قد فقدنا القفازات. ماذا؟ هذا إهمال. اذهبوا في الحال ليس لكم اليوم فطير. مياو 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 لن نأكل اليوم فطير. مياو 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 لن نأكل اليوم فطير. لن نأكل فطير. الفطير عشائي المفضل. أوه أتمنى أن نجد القفازات قبل العودة إلى المنزل. أوه انظروا وجدتهم. أوه واو واو. ثلاثة قطط صغيرة وجدنا القفازات فأصبحنا سعداء. أبي الحبيب خبر عظيم قد وجدنا القفازات. خبر جميل لكم التقدير إليكم بعض الفطير. مياو 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 سنأكل اليوم فطير. مياو 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 سنأكل اليوم فطير. رائع سنأكل فطيرا لذيذ اليوم يا أصدقائي. نحن جائعون حقا. ثلاث قطط صغيرة أكلوا الفطيرة فاتسخت القفازات. أمي الحبيبة لدينا مصيبة قد اتسخت القفازات. ماذا؟ هذا إهمال. اذهبوا في الحال إلى حوض الاغتسال. مياو 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 اتسخت القفازات. مياو 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 اتسخت القفازات. ماذا سنفعل الآن؟ هيا سنغسل القفازات. ثلاث قطط صغيرة غسلنا القفازات وعلقوها في الفناء. أمي الحبيبة أخبار عظيمة قد غسلنا القفازات. خبر جميل لكم التقدير إليكم بعد الفطير. مياو 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 سنأكل اليوم فطير. ثلاث قطط صغيرة غسلنا القفازات وعلقوها في الفناء. أمي الحبيبة أخبار عظيمة قد غسلنا القفازات. أهلا
هذا جميل لنا التقدير، سنأكل اليوم فطير. مياو 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 مياو، سنأكل اليوم فطير. هيا يا صغيرتي، لقد شاهدت التلفاز لوقت طويل، عليك القيام لبعض المهام. لكن يا أمي أنا لا أريد. لا تجادلي يا غادة، كلنا لدينا مهام علينا القيام بها. عليك الذهاب للمدرسة، وعليك تنظيف الحوض، عليك اتباع القواعد، فلتفعليها لأجلي. لا أريد الذهاب للمدرسة، لا أريد تنظيف الحوض، لا أريد اتباع القواعد، أنا أحب اللعب. غادة كوني مطيعة. لكن يا أمي لقد أخبرتني أن أقول من فضلك إذا أردت شيئا ما، أليس كذلك؟ حيلة ماكرة، أنا أمك، عليك أن تطيعيني دائما. أوه. عليك تنظيف غرفتك واستعمال المكنسة، لا تكونين عابسة، افعليها لأجلي من فضلك. لا أريد تنظيف غرفتي، كلا لا أريد المكنسة، كلا لا لن أبتسم، فقط أريد اللعب. وقت الواجب. لا أريد. وقت النوم. كلا لا أريد. فلتأكلي الخضار. كلا لا أريد. فلتطوي البنطال. كلا لا أريد. فلتقرأي كتابا. كلا لا أريد. كوني مطيعة. كلا لا أريد. اغسلي أسنانك. كلا لا أريد. اذهبي إلى السرير. كلا لا أريد. لا أريد أن أكل الخضار، لا أريد أن أطوي البنطال، أريد أن أشاهد التلفاز ولا أفعل أي شيء. هذا حقا سيء يا غادة، ماذا أفعل معك؟ أعرف ذلك، فلتأكلين بعض الكعك، فلتبقين مستيقظة، امرحي وشاهدي التلفاز، افعلي ذلك من أجلي. كلا لا أريد بعض الكعك، كلا لا أريد أن أسهر، كلا لا أريد أن أشاهد التلفاز، لا أريد فعل أي شيء. لقد خدعتني يا أمي، هذا ما كنت أريد أن أفعله. هذا سيء، أليس كذلك؟ كان عليك أن تستمعي إلي جيدا وتطيعين ما أقول، فهذا ليس صعبا على الإطلاق. معك حق يا أمي، أنا آسفة، أريد أن أكون مطيعة. هذه ابنتي المطيعة. كانت ليلة مرهقة، فالاعتناء بالتوأمين مرهقا حقا. أوه، إن الأخ والأخت الصغيرين جميلين حقا. لقد حان الآن وقت النوم. إذن هيا يا أطفالي الأعزاء، علينا أن نأخذ قسطا من النوم. أعتقد أنه من الأفضل أن نغني لهم الأغنية التي كانت تغنيها لأمي حتى ينعموا بنوما هادئا. فكرة جميلة. يبدو أنه يجب علينا أن نواصل الغناء. هيا يا صغار فلتناموا. هيا كما تقول مرة أخرى. الآن الأطفال هانئون ودافئون، والأم تغني بصوت حنون، تهز الكرسي فينام الصغار أحلاما سعيدة وأفراحا كثار. أتشو.
هيا يا صغيرتي عودي إلى السرير وسنواصل الغناء لك حتى تنامين. فوق الساحة سينام الصغار ويحلمون أن يصبحوا كبار، تحرسهم الأوائك وترعاهم أحبائي الصغار، ما أحلاهم. سنواصل الغناء حتى ينام الأطفال. أغمضوا عيونكم وهيا للنوم، في سريركم الدافئ متحلى الليل. ليلة سعيدة وحياة طيب في رعاية أمكما وأبيكما الحنين. الصغار عنكبوت، اذهب بعيدا يا سيد عنكبوت. أوه، ماذا بك يا ندى؟ إن العناكب مخيفة جدا. لا لا، لماذا يخيفوك؟ لا يستطيعون أن يؤذونك، فإنهم صغار وأنت كبيرة جدا. لا، إنهم يخيفونني. إنهم لطفاء، انظري كيف يتسلقون مجدداً متى وقعوا. العنكبوت الصغير تسلق الأنبوب، نزل المطر فسقط في الحال، أشرقت الشمس فنشف المطر، فعاد العنكبوت يتسلق الأنبوب. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. يبدو لطيفاً ولكنه لا يزال مخيفاً بعض الشيء. كلا، فقط إنه يؤدي عمله. العنكبوت الصغير تسلق الباب، نزل المطر فسقط في التراب، أشرقت الشمس فنشف المطر، وعاد العنكبوت يتسلق الباب. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. يبدو لطيفاً بعض الشيء. بالتأكيد، انظري لا زال يتسلق. العنكبوت الصغير تسلق الشجرة، نزل المطر فسقط في الحفرة، أشرقت الشمس فجف المطر، وعاد العنكبوت يتسلق الشجرة. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. العنكبوت الصغير تسلق الأنبوب، نزل المطر فسقط في الحال، أشرقت الشمس فنشف المطر، فعاد العنكبوت يتسلق الأنبوب. هيا يا عنكبوت، هيا هيا تسلق، تسلق يا صغير، هيا هيا تسلق. صدقت يا زياد، العناكب لطيفة حقا. هذا صحيح، والعنكبوت صديقي المفضل ذو الثمانية أرجل. خمسة صغار، خمسة صغار، خمسة صغار، خمسة صغار، خمسة صغار يقفزون على السرير، سقط إحداهم فأصيب الصغير. الوضع ليس خطير، لا يعود الصغار للقفز على السرير. أربعة صغار، أربعة صغار، أربعة صغار، أربعة صغار. أربعة صغار يقفزون على السرير، سقط إحداهم فأصيب الصغير. قال الطبيب الوضع ليس خطير، لا يعود صغار للقفز على السرير. ثلاثة صغار، ثلاثة صغار، ثلاثة صغار، ثلاثة صغار. أربعة
سقط إحداهم فأصيب الصغير. قال الطبيب الوضع ليس خطير، فلا يعود الصغار للقفز على السرير. صغيرين اثنين صغيرين اثنين يقفزان على السرير. سقط احداهم فاصيب الصغير. قال الطبيب الوضع ليس خطير، فلا يعود الصغار للقفز على السرير. طفل صغير طفل صغير يقفز على السرير. فجأة سقط فأصيب الصغير. قال الطبيب الوضع ليس خطير، فلا يعود الصغار للقفز على السرير. خمسة صغار أهلا يا أصدقائي، هل تريدون أن تنامون جميعا في سرير اليوم؟ إذا التصقوا جنبا إلى جنب، سيكون مزدحما قليلا. أجل، هيا لنجرب. 1 2 هيا. يوجد 10 في السرير. فجأة قال الصغير هيا دوروا. داروا جميعا فسقط 1. يوجد 9 في السرير. فجأة قال الكبير تحركوا جميعا فسقط 1. 8 في السرير. فجأة قال المكير دوروا هيا دوروا. داروا جميعا فسقط 1. يوجد 7 في السرير. فجأة قال الكبير هيا لفوا سريعا لفوا. فلفوا جميعا وسقط 1. يوجد 6 في السرير. فجأة قال الصغير هيا ازحفوا. فزحفوا جميعا وسقط 1. اوه مؤلمة. تعلمون جيدا، السرير لا يسعنا نحن العشرة. يوجد 5 في السرير. فجأة قال الخبير هيا اندفعوا. فاندفعوا جميعا وسقط 1. يوجد 4 في السرير. فجأة قال الشرير تزحزحوا. فتزحزحوا جميعا وسقط 1. 3 فقط في السرير. فجأة قال الخطير تقلبوا. فتقلبوا جميعا وسقط 1. أجل 2 في السرير. فجأة قال الصغير هيا دوروا. فداروا جميعا وسقط 1. والآن يوجد 1 في السرير. فجأة قال الصغير سأنام. قد فرغنا من الغناء. جد عنده مزرعة، إيا يو. وفي مزرعته يوجد بقرة، إيا يو. تخور هنا وتخور هناك، في كل مكان تخور وتخور. جد عنده مزرعة، إيا يو. يوهو. جد عنده مزرعة، إيا يو. وفي مزرعته يوجد خنزير، إيا يو. يخنخن هنا وأيضا هنا، خنخنة في كل مكان. جد عنده مزرعة، إيا يو. هيا معا. جد عنده مزرعة، إيا يو. وفي مزرعته يوجد حصان، إيا يو. يسهل هنا ويسهل هناك، يسهل في كل مكان. جد عنده مزرعة، إيا إيا
وفي مزرعته يوجد دجاجة إيا إيا يو تنقنق هنا وأيضا هناك نقنقة في كل مكان جدي جد عنده مزرعة إيا إيا يو مزرعة رائعة جدي جد عنده مزرعة إيا إيا يو وفي مزرعته يوجد بطة إيا إيا يو تبطبط هنا وأيضا هناك بطبطة في كل مكان جدي جد عنده مزرعة إيا إيا يو إيا إيا يو هيا يا أولاد من يريد الآيس كريم؟ أنا هل نسيت شيئاً يا صديقي؟ الكلمات السحرية من فضلك وشكراً. أوه، كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد من فضلك وشكراً قلهم دوماً ما حييت. صنعت لنا أمي كعكة العيد تعبت ليكون الكل سعيد قبل أن أخذ قطع حضنتها والكلمات السحرية أخبرتها كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد فضلك شكراً كلهم دوماً ما حييت من فضلك وشكراً أعطاني أبي الطيب ألعب جديدة أنا ولد جميل أخلاقي حميدة قبل أن أخذها من بين يدي قلت كلماتي السحرية كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد من فضلك شكراً كلهم دوماً ما حييت من فضلك وشكراً كانت صديقتي تطير طائرة أعجبني ذلك أردت التجربة فابتسمت وطلبت بأدب من فضلك أريد أن ألعب كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد من فضلك شكراً كلهم دوماً ما حييت من فضلك وشكراً كنت أجلس في الفصل يوماً ما واحتجت أن أذهب لدورة المياه رفعت يدي وقلت من فضلك فاستجابت لي في الحال كلمات سحرية كلها تحصل على ما تريد من فضلك وشكراً كلهم دوماً ما حييت من فضلك وشكراً شكراً لأخذنا بنزهة اليوم أستاذة إلى أين سنذهب اليوم يا آنس؟ حسن، هذا يعتمد على تعلمناه في الفصل حول أن تقول أجل لأي فكرة ممتعة وجديدة حسناً هل نتعلم الرقص؟ نعم هل نزور فرنسا؟ نعم هل نركب الدراجة؟ نعم هل نقوم بنزهة؟ نعم أن نقول نعم شيء رائع أحسن هل نبني بيت الشجرة؟ نعم هل نطعم الفأرة؟ نعم هل نذهب بالسيارة؟ نعم لنقل نعم في الحال نعم قول نعم لشيء جديد قول نعم هو حقاً مفيد قول نعم هو الأفضل لنقل جميعاً نون عين ميم لنقل نعم للمغامرة لنقل نعم مهما جرى نعم لكل ما نريد وسوف يأتي من بعيد أسهل. هذا رائع قول نعم يجعلني سعيدة نتزلج على الجليد نعم إنه شعور جديد نعم نزرع النبتة الآن نعم ونشرب بعض الشاي نعم
سنرسم ونصنع. نعم نعم نعم. وكأننا في مصنع. نعم نعم نعم. وسنصنع الكعك. نعم نعم نعم. وسنمسك الثعبان. نعم نعم. قول نعم لشيء جديد، قول نعم هو حقا مفيد، قول نعم هو الأفضل. لنقل جميعا نون عين ميم، لنقل نعم للمغامرة، لنقل نعم مهما جرى، نعم لكل ما نريد وسوف يأتي من بعيد. حسنا، أرأيتكم يا أطفال تحبون قول نعم؟ لنستمر في الانضمام أكثر للمغامرات. نعم. أتريد أن تؤلف؟ نعم نعم نعم. قبل الذهاب للمنزل؟ نعم نعم نعم. هل نلعب باليويو؟ نعم نعم نعم. هل نأخذ الصورة؟ نعم نعم. قول نعم لشيء جديد، قول نعم هو حقا مفيد، قول نعم هو الأفضل. لنقل جميعا نون عين ميم، لنقل نعم للمغامرة، لنقل نعم مهما جرى، نعم لكل ما نريد وسوف يأتي من بعيد. هيا نلعب لعبة الاختباء كالعائلة. أنا سأكون الأم ومارك أنت ستكون الأب. حسناً، فلنختبئ كلنا ولنصمت كالفئران الصغيرة. بابا الإسبا، بابا الإسبا، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، كيف حالك؟ بابا الإسبا، بابا الإسبا، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، كيف حالك؟ وجدتيني، وجدتيني، إنه دورك الآن. حسناً. ماما الإصبع، ماما الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، وأحبك. ماما الإصبع، ماما الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، وأحبك. ها وجدتك أيها الأم، وجدتك بسرعة. أخي الإصبع، أخي الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، بجانبك. أخي الإصبع، أخي الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، بجانبك. هي وجدتك يا أخي. ها ها ها. ها ها، وجدتني، سوف أبحث عن إصبع آخر. أختي الإصبع، أختي الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، وجدتني. أختي الإصبع، أختي الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، وجدتني. وجدتك أختي؟ بالفعل، بالفعل، لقد فعلت. سوف أبحث عن إصبع آخر. طفل الإصبع، طفل الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، أرتادي أزرق. طفل الإصبع، طفل الإصبع، أين أنت؟ أنا هنا، أنا هنا، أرتادي أزرق. وجدتك أيها الصغير. هذا أنا، أنا الطفل. هكذا وجدنا كل الأصابع. أخشى أنهم قد بدأوا يتأثرون بالمناخ. مساكين يصف. يا، هل تقصدين أنهم مريضوا؟ نعم، وعلينا رعايتهم. لا تقلقي يا ويندي، سوف يكونون بخير. بيتر أنفه أحمرا وخديه أيضا، ويبدو متعبا جدا وأيضا ضعيف. تسأل سوزي الصغيرة وعيناها حمراء، وكل ما أريده هو مساعدتهم في المرض. سأساعدك في المرض، سأعينك في المرض، سيمر بنا اليوم في المرض. أطعمك في المرض، سأريحك في المرض، سأقول قريباً سوف تكون بخير.
درجة زيت ارتفع وما العمل تفضلي كم مدى باردة. أنا هنا من أجلك. بيتر معدته تؤلمه المسكين الصغير. تفضل هذا الدواء واسمعنا في الغناء. في المرض سأساعدك، في المرض سأعينك، في المرض سيمر بنا اليوم. في المرض أطعمك، في المرض سأريحك، في المرض سأقول قريبا سوف تكون بخير. كلنا نغلط في بعض الأحيان وهذا سيء، لكن العائلة والأصدقاء ستكون هنا من أجلك، لذا فلا تحزن أرجوك. يا أمي أظن أن التوأم بدأ يشعرون بالتحكم يا ويندي. انظري كيف يمكن للحب أن يكون له مفعول كبير في أوقات المرض. نعم هذا أفضل دواء. في المرض سأساعدك، في المرض سأعينك، في المرض سيمر بنا اليوم. في المرض أطعمك، في المرض سأريحك، في المرض سأقول قريبا سوف تكون بخير. تهيأوا جميعا، نحن في جولة صغيرة، لقد حان الوقت لمغامرة أخرى. اربطوا أحزمة المقاعد الخاصة بكم من أجل عجلات الباص. آجل عجلات الباص تدور وتدور، تدور وتدور، تدور وتدور، عجلات الباص تدور وتدور حول كل المدينة. الأطفال في الباص يستمتعون، 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 الأطفال في الباص يستمتعون حول كل المدينة. لنلعب لعبة جميعا. انظروا إلى النافذة، أنا أرى بعيني الصغيرة شيئا ما يبتدئ بحرف السي. بحرف الألف. أصدقاء. إيها. ياي. عجلات الباص تدور وتدور، تدور وتدور، تدور وتدور، عجلات الباص تدور وتدور حول كل المدينة. في حديقة الحيوان، في حديقة الحيوان، الحيوانات في كل مكان معي أو معك الآن. في حديقة
الحيوان في حديقة الحيوان استمع إلى أصواتهم كبيرة وصغيرة يا فتيان يا فتيات يا فتيان يا فتيات إنه القرد 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 الضاحك قرد القرد القرد الضاحك قرد القرد القرد الضاحك قرد القرد القرد الضاحك في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان واو هذا ممتع الحيوانات في كل مكان معي أو معك الآن يا فتيان يا فتيات يا فتيان يا فتيات إنه الأسد يسأر 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 الأسد يسأر 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 في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان الحيوانات في كل مكان معي أو معك الآن مرحبا يا فتيان يا فتيات يا فتيان يا فتيات إنه الفيل الفيل أكبر من المنزل إذا صعدت فوقه فلن تنزل في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان الحيوانات في كل مكان معي أو معك الآن يا فتيان يا فتيات يا فتيان يا فتيات إنها الفقمة 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 ماذا تفعل الفقمة الفقمة هل تلعب الفقمة الفقمة أنت هنا الفقمة الفقمة هيا معنا في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان الحيوانات في كل مكان معي أو معك الآن مرحى هاي ما الأمر يا ناثان؟ لماذا أنت هادئ اليوم؟ حسناً، بعض الأطفال في المدرسة كانوا يسخرون مني إنهم ينادونني همتي دمتي أنت تعرف كيف أسقط أحياناً عندما ألعب كرة القدم حسناً لا تقلق، سنمسكك عندما تسقط لهذا يوجد الأصدقاء أنت الأفضل، نحن نشجعك على كل ماذا يقول الأطفال في المدرسة؟ حسناً، دعيني أغنيها من أجلك همتي دمتي جلس على الجدار همتي دمتي سقط في انحدار أحصنات الملك ورجال لم يستطيعوا مساعدته مسكين ناثان هذا ليس لطيفا حسنا حافظ على ثقتك أعرف كيف أجعل هذه الأغنية أكثر سعادة لك همتي دمتي جلس على الجدار همتي دمتي سقط في انحدار كل العائلة والأصدقاء قادموا للمساعدة في الحال أوهو جلس على الجدار همتي دمتي سقط في انحدار كل العائلة والأصدقاء قادموا للمساعدة في الحال أوه واو شكرا كارول هذا لطيف جدا منك نحن رفاقك يا رجل وسنحميك دوما هذا صحيح لا تسمع لهؤلاء الأطفال في المدرسة فنحن نحبك كما أنت الآن دعني أغنيها لك جلس همتي على الكرسي سقط دمتي من عليه كل الفتيان والفتيات جاءوا ليساعدوا همتي في الحال أشعر أنني أفضل الآن شكرا يا رفاق الآن لنغني كل شيء معا ولا تنسى سنظل أصدقائك دوما همتي دمتي يجلس في الحال ولن يسقط هذا محال صار حريصا مع الأصدقاء وفوق الحائط يستطيع البقاء شكرا يا أصحاب همتي دمتي يجلس في الحال ولن يسقط هذا محال صار حريصا مع الأصدقاء وفوق الحائط يستطيع البقاء انتهى وقت الاستراحة يا أولاد اللعب خارجاً كان ممتع جداً انتظروا يا أولاد قبل أن نعود إلى الفصل من المهم أن نغسل أيدينا لكن لماذا؟ دعوني أخبركم اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم ابقيها دائماً نظيفة غسل اليد جميل عند
كما نلعب خارج المنزل يجب ألا ننسى وجود الجراثيم، لا نراهم بوضوح يحبون الاختباء، لذا نغتسل عندما نعود. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. حين نلتقط قمامة من على الأرض نغسل أيدينا، نغتسل جيدا. عندما نخرج من دورة المياه يجب ألا ننسى قناء هذه النغمة. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. إلى اللقاء معلمتي. شكرا. إلى اللقاء. لا تنسوا غسل أيديكم دائما، سيكون العشاء جاهز قريبا، لا تنسوا أن تغتسلوا. عندما نمشي أو نركب حتى الباص يجب ألا ننسى وجود الجراثيم، يمكن أن تمرضنا إن لم ننتبه، هذه الجراثيم في كل مكان. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. إن ما رحت كثيرا بمدعبة الكلاب تذكر إنه قد يكون متسخ، إن استخدمنا أيدينا في الرسم فقبل العشاء يجب أن نغتسل. اغسل 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 يدك تخلص من الجراثيم، ابقيها دائما نظيفة، غسل اليد جميل. صابون ماء فقاعات اغسل، صابون ماء فقاعات اغسل. العشاء يا أولاد. ممتاز، أنا جائع جدا وأيدينا في غاية النظافة. صباح الخير يا أصدقاء. لقد كانت بالتأكيد ليلة سعيدة. أجل، وكانت ليلة مبيت رائعة. مهلا، كم الساعة الآن؟ إنها 8:30. المدرسة تبدأ في 9. يا إلهي، من الأفضل أن نستعد للذهاب بسرعة. أعلم، لنلعب لعبة تتبع القائد لكي نتمكن جميعا من الاستعداد بسرعة. فكرة رائعة، انظروا إلي وافعلوا ما أفعل. هكذا ننظم السرير، ننظم السرير، هكذا ننظم السرير في الصباح الباكر. هكذا ننظم السرير، ننظم السرير، هكذا ننظم السرير في الصباح الباكر. حسنا يا أصدقاء، عمل جيد، الأسرة مرتبة الآن. ما التالي؟ أنا أعلم، إنه وقت أن نغتسل جميعا، هيا اتبعوني. هكذا نغسل الوجه، نغسل الوجه، نغسل الوجه، هكذا نغسل الوجه في الصباح الباكر. هكذا نغسل الوجه، نغسل الوجه، نغسل الوجه، هكذا نغسل الوجه في الصباح الباكر. هاي، انظروا إلي. هكذا نغسل الأسنان، نغسل الأسنان، نغسل الأسنان، هكذا نغسل الأسنان في الصباح الباكر. هكذا نغسل الأسنان، نغسل الأسنان، نغسل الأسنان، هكذا نغسل الأسنان في الصباح الباكر. حسنا يا رفاق، الأسنان غسلت جيدا. هذا رائع، لكن يجب علينا أن نستمر إذا أردنا أن نلحق بباص المدرسة. هذا صحيح، الآن اتبعوني، هيا بنا. هكذا نمشط الشعر، نمشط الشعر، نمشط الشعر، هكذا نمشط الشعر في الصباح الباكر. هكذا نمشط الشعر، نمشط الشعر، نمشط الشعر، هكذا نمشط الشعر في الصباح الباكر. هاي، انظروا إلي.
هكذا نربط الحذاء، نربط الحذاء، نربط الحذاء، هكذا نربط الحذاء في الصباح الباكر. هكذا نربط الحذاء، نربط الحذاء، نربط الحذاء، هكذا نربط الحذاء في الصباح الباكر. الباص لنذهب جميعا. لا تنسى الفطور. هكذا نذهب للمدرسة، 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 هكذا نذهب للمدرسة في الصباح الباكر. هكذا نذهب للمدرسة، 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 هكذا نذهب للمدرسة في الصباح الباكر. يا أصحاب، ما رأيكم أن نذهب في مغامرة اليوم؟ نعم، أحب المنتزه وحديقة الحيوان. هل يمكن يا نيثان أن تطلب من والدتك أن تأخذنا؟ لا أعلم يا أصدقائي، تبدو في غاية الانشغال اليوم. هيا يا نيثان، نريد أن نلعب. حسناً، سأجرب. يا أمي، هل يمكن أن نغامر؟ لا لا لا. هل لنا أن نلعب السلايم؟ لا لا لا. نأكل حلوى كثيرة؟ لا لا لا. أرجوك، هل يمكن؟ قلت لك لا. لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. تعني لا. يا إلهي، أمي لن تسمح لنا بالذهاب لأي مكان. مهلاً، يمكنني أن أجرب وأسألها ولنرى، يمكن أن توافق. فكرة مذهلة، بالتوفيق. هل نترك حل الواجب؟ لا لا لا. نأكل كثير من المخبوزات؟ لا لا لا. نذهب ونلعب بولينج؟ لا لا لا. نخرج حتى للتنزه؟ قلت لك لا. لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 أمل. انتظروا، دعوني أجرب. لا تقدر أي أم على مواجهة جاذبيتي. هيا، أنا سأجرب. هل نشاهد أي فيلم؟ لا لا لا. ممكن نشرب عصيرا؟ لا لا لا. نقيم معا حفلة مبيت؟ لا لا لا. نلعب خارجا مع روفر؟ قلت لك لا. ماذا عن المثلجات؟ لا. نمضي وقتا مع الفريق؟ بالطبع لا. لا ننام حتى الفجر؟ مستحيل. نذهب لنلعب في الحديقة؟ لا 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 لا. أرجوك يا أمي. لا 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 لا. تعني لا. حسنا إذن، أظن أنه لا يمكن أن نذهب في مغامرة اليوم. يا أولاد، لقد أنهيت مهامي. ماذا عن بعض المثلجات؟ حقا مدهش. شكرا يا أمي. مرحبا في حفل الفواكه السنوي لأصدقاء بوم. مقدم لكم من خلالنا أصدقاء الفواكه المطاف. صحيح يا أولاد، كل عام نجتمع سويا ونرتدي زيا تنكريا في شكل. نعم، بالصواب خمنتم، فاكهتنا المفضلة. انظروا، أنا الموزة، صفراء ولذيذة للأكل، أفضل طعام للقردة، وجبة خفيفة شهية. دعني أحكي عما أعرف عن الفاكهة، إنها حقا مفيدة وهذا صحيح، لذيذة وشهية هي أفضل طعام، ونحن أصدقاء الفواكه اللطاف. أهلا، أنا برتقال. أنمو كثيرا على الشجر، البعض يشرب عصيرا مليء بفيتامين سي. مرحبا، أنا التفاح، وبالألياف أنا مليء.
أخضر وأحمر ألواني، وفي الفطائر أنا شهيد. دعني أحكي عما أعرف عن الفاكهة، إنها حقاً مفيدة وهذا صحيح، لذيذة وشهية هي أفضل طعام، ونحن أصدقاء الفواكه اللطاف. أناناس، أنا استوائي وهذا جميل، قصة شعري ظريفة تأكل مني شريحة. دعني أحكي عما أعرف عن الفاكهة، إنها حقا مفيدة وهذا صحيح، لذيذة وشهية هي أفضل طعام، ونحن أصدقاء الفواكه اللطاف، أصدقاء الفواكه اللطاف، أصدقاء الفواكه اللطاف. يا شباب، من يشعر وكأنه يريد بعض المغامرة؟ أوه. ربما قرد صغير حولك. أنا أوه، أحب القردة. خمسة قردة يقفزون على السرير، واحد سقط وأذى رأسه الصغير. ماما نادت الطبيب، والطبيب قال لا قرادة على السرير، هذا محال. أوه يا فتى، هذا ممتع. مرحبا، أنا أحب القفز على سريري. أربعة قرادة يتسلقون الشجرة، واحدة سقطت وأذت الركبة. بابا رأى ما حصل وقال في الحال لا قرادة على الأشجار، هذا محال. حسنا، أعتقد أن أبي يعرف جيدا أن القرود يحبون تسلق الأشجار. ثلاثة قرادة في المزرعة يلعبون، واحد سقط عندما كانوا يجرون. المزارع لمحهم وذهب في الحال، لا قرادة في مزرعتي، هذا محال. هذا المزارع بالتأكيد غاضب، أعتقد أن القرود تنتمي إلى حديقة الحيوانات وليس في المزرعة. قردان صغيران في الثلج يتشاجران، واحدة سقطت وأذت إصبعان. جاءت المعلمة وقالت في الحال لا شجار في هذا الثلج، هذا محال. واو، من الممتع أن تكون قردا، هذا الثلج بارد جدا بالنسبة لقرد، ولهذا السبب يعيشون في الغابة. قرد صغير معلق عاليا سقط في الأرض وأذى عينه، الأم أتت مسرعة لتساعد في الحال، لا قرادة تتعلق، هذا محال. يجب أن أكون أكثر حرصا من الآن فصاعدا. أيتها القرود الصغيرة الشريرة. كان هذا ممتعا. دوبسي دوبسي
Tap-a-dot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